وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة شملت مختلف المواد الغذائية الرئيسية على أهالي محافظة شبوة الذين يعانون ظروفا إنسانية واقتصادية صعبة نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد. وتوجهت قافلة الهيئة إلى مديرتي رضوم وميفعة التابعتين لمديريات محافظة شبوة والتي يعاني قاطنوها أوضاع معيشية صعبة استدعت استمرار الحملة الإنسانية التي تنفذها الهيئة مع بداية شهر رمضان المبارك.